فير بلاي. رجعنا من جديد في اخر جزء من حصتنا اليوم، نحكي فولي. هي نادي عريق في كرة الطائرة في تونس، مهدد بالحل، مهدد بإيقاف نشاطه. نحكي على التونسية بسبب صعوبات مالية في الستينية متاع الفريق هذا، الفريق العريق هذا اللي جاب تقريبا واحد من أفضل ملاعبية في تونس اليوم موجودين، حمزة نجا أكيد ولد التونسية. موجود معنا بالتليفون الأستاذ سفيان عمر، رئيس الفرع في التونسية. نحكي معاه على الأزمة اللي مر بها الفريق. سي سفيان، أهلا بك. تحية رياضية والسلام عليكم من الشكل. مرحبا بك سي سفيان. دونك لو كان توضح لنا الصورة بالضبط شنو فيه. والله هو نادي، هو سنة هو 60 سنة نتاعو، 60 يحتفل بها إن شاء الله في الموسم اللي باش يدخل هذا. فريقنا فريق عريق، فريق كبير، خرج برشا أسامي وخرج برشا أبطال، خرج برشا ممرمين كبار، خرج معناها تاريخ حافل. النادي هذا اليوم محلل ما مهدد بالحل، مهدد بالزوال. معناها انا من الموقع نتاعي نعطي نداء استغاثه الكل من يهمه الامر في البلاد هذه، اللي خاف على الرياضه، وكل واحد غيور على كره طايره في تونس. النادي هذايا معناها يستغيث باللي كونديسيون اللي موجودين توا مصيره حل. الاسباب شنو هي بالضبط؟ الاسباب ماليه بحته. الاسباب ماليه بحته. الاداره مشكوره قاعده معناها رغم الازمه الكبيره اللي تمر بها تونسير بسبب الكورونا واللي تمر بها العالم الكل، رغم هذيك قاعده تحب تشوف لنا حلول، تحب تعاوننا، اما سلطه الاشراف مرغبين في الدخل وتحاول تمنع الجمعيه هذه. ما نعرفش شنو من الحلول تشوفوها. حكيتوا مع الوزاره، سلطه الاشراف، حكيتوا مع الجامعه؟ سلطه الاشراف غير موجوده كومبليتمون. فما الجامعه برك، الجامعه مشكوره سي فراس الفالح معناها معاونا برشا وقف معنا في عديد المرات. لكن الجامعه قداش منها الجامعه؟ وسلطة الاشراف بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، معناها صدقني احنا كفريق تونسي تقول تابعين كوكب اخر ولا تابعين بلاد اخرى. لا سألوا علينا، لا حاولوا يعاونونا، لا حاولوا يأثروا. راهو شوف فريقنا مهدد بالزوال والفرق الاخرى وراها. أن نقولها عدة فرق معناها على شفاء هاوية الناس الكل. راهو الدور اللي قاعدين نقوموا به احنا، راهو دور كبير في البلاد هذا، راهو الجندي اللي يدافع على بلاد في تونس وعلى ضرب تونس في الجبال، يحارب في الارهاب، احنا الارهاب نحاربوا فيه لهنا، والمخدرات نحاربوا فيها لهنا، نحاربوا فيها بالرياضه، باش شبابنا ما يدمغجش، باش شبابنا ما يحاربش. معناها تونسار كلوب جمله فيها اكثر من 3000 اتلات. كان نسميهم في الكاراتيه برك قريب ل 1400. بخلاف الناتاسيون، بخلاف الفروع الاخرى. معناها قاعدين ندوروا بدور نبيل ونبيل ونبيل وندافعوا به على الوطن نتاعنا ونمنعوا به في شبابنا. شبابنا لو كان تونس الجويه تهز يديها على المخافين نتاعها 3000 طفل وشاب وشابه، كانت تهز يديها من بلايصها، الشباب هذا وين باش يمشي؟ باش يمشي للانترنت يدمغج، ولا باش يمشي للمخدرات، ولا باش تلقاها باش ترسي لك تحارب وتكافح باش ترجعوا كيما كان. هذه هي فرصة نقولها لسلطة الاشراف، راهو شباب تونس يختار، مش تونسار برك يختار، راهي بلاد كاملة. إذا كانت السياسة باش تكمل هكايا، وإذا كان البلاد راهو نداء استغاثة، مدعو الفرق، منعو الفرق اللي هي قاعدة تربي في أجيال وتأثر في أجيال وتنظف في أجيال. ما حاولتوش تحكيو مع الشريكة؟ ما نعرفش لفتة للفريق. والله سي خالد الشلبي مشكور، رغم معناها احنا نحكيو بلغه عاميه، احنا الفرنك اللي داخل الشركه توا كي تجي تشوفه مع الشركه تشري به قطعه للطياره طياره. الشركه قاعده تشوف لنا في حلول وقاعده تشوف لنا في شويه فلوس. ان شاء الله انا شويه ما تعمل حتى شيء، احنا نداء سلطه الاشراف، نداء لوزاره النقل، لوزاره الشباب والرياضه. رانا نادي هذايا راهو نادي تي في، معناها نادي مدني ماهوش مربوط صحيح بالخطوط التونسيه، لكن موجود في صلب الهياكل الرياضيه اللي في تونس. معناها ما نرميوش الحمل على تونسار برك، تونسار يلزاها ما عنده. تونسار هي بطبيعتها تعبه
جراء الكورونا والظروف الاقتصادية اللي صايرة في العالم هذا الكل. معناها الحمل كان مش تهزه في يسار وحدها يصل على ماذا بينا شكون يهز معها الحمل؟ معناها ماذا بينا شكون دولتنا بلادنا هياكلنا مؤسساتنا خاطر في بلاد احنا في بدولكم انتم ما حاولتوش تشوفوا ما عادش حلول اخرى من عادش مستشهرين حاجات من نوع هذا؟ والله شوف كان فما مستشهر مرحبا بيه، ما فماش انا واحد من الناس باب ما دقيتوش، ما فماش مستثمر وما حاولتش نجيبه معانا. هاو نداء مره اخرى اللي يحب يعاون نادي تونس الجويه، راهي نادي يحبل الالوان الحمراء والبيضاء معناها لون الدراب نتاع تونس، راهي ناقله وطنيه راهو ان شاء الله ربي يقدرنا كما يقول. هاي فرصه باش نكلموا المستشارين باش ماذا بينا حتى شكون يعاونها باللي نجم. واضح. واللي باش يعاون شباب تونس راهو مش باش يعاون معناها تونس الجويه، باش يعاون شباب تونس. شكرا لك يعطيك الصحة سي سفيان على دخلك معنا بخصوص هذه التوضيحات اللي مديتها لنا بخصوص وضعية فريق عريق احتفل بالستينية في الموسم الحالي هو نادي تونس الجوية، مهدد بالاندثار مهدد بالزوال بسبب الصعوبات المالية. تقريبا صيحة فزاع يطلقها كما كنت تسمعوا السيد رئيس الفرع. ان شاء الله يقع الالتفات للفريق هذا من قبل سلطة الاشراف ايضا من قبل الجامعة التونسية، ولما لا حل اشكال في اقرب الاجيال. كل فيديوهاتنا واخبارنا وتصريحات اللي تعدوا معنا خاصة فيما يتعلق بموضوع هلال الشابة تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا اكسبريس اف ام والى الصفحة الخاصة بالرياضة تنجموا تعاودوا تشوفوهم اكسبريس سبور. شكرا منال السيسي في الاخراج، تقوى مدوني في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المد.